لكنني أعجبهم بالجوف الروحي والمحبة. أنشئ لهم لكنني أعجبهم بالجوف الروحي والمحبة. أبني لأجلهم حلة أيامي أشكو فيهم وصارة عقلي وقلبي. أنشئ لهم عيونا بصيرة لينظروا وأذانا صاغية ليسمعوا وعقلا منيرا ليدركوا وحواسا مريضة ليشعروا وقلبا حارا ليحبوا. أما لهم مع أمهم فزودهم هكذا، أما لهم مع أمهم بكل أسباب الحياة ليحيوا. أنا الوالدة أم البنين خصبة الجاف كأم من الأرض فياضة العطاء كالحياة. أنجب الدنيا والزمان أولادا أنجبهم قطعا من لحم ودمهم. من أنت يا دار الأم؟ أنا الأخت الكبرى، الأم دون الاسم، الأم للإخوة الصغار. أنيمهم على وسادة ذراعي بحنان وقد أقوم لديهم مقام الأم عندما يخلو البيت من أم. من أنت يا دار الأم؟ أنا المرأة، كل امرأة سواء ولدت أولاد أم لم تلد ولد، سواء كانت عاطر التي لم ترزق فهي أم ما دام في عينيها عطف عينين الأم وفي يديها لطف يد الأم وفي فمها عزوبة فم الأم وفي قلبها حنان قلب الأم. ومن أنت الأم؟ أنا المحبة الخالصة، المحبة التي تفيض على العالم بذلا وعطاء، المحبة التي هي على صورة الله لأن الله محبة.